أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أخذكم بجولة الأرصاد الجوية وطقسنا اليوم بارد سبين أو بارد معتدل ومستقر اليوم وباكر إن شاء الله، رياح شمالية غربية خفيفة تسرع الليلة سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة والسماء صافية، باكر الرياح راح تكون متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. لاحظنا كثير من الناس لبسوا ملابس صيفية، ما زال الطقس بارد، احنا بداية فصل الربيع وبالليل الجو راح يكون بارد، بالنهار الحرارة نقدر نقول دافئة أو معتدلة، ما هي بارد ما هي دافئة وما هي حارة، حرارة عظمى تصل إلى 25 و 29 درجة مئوية، فإذا تلبس صيفي بالنهار لابد أنك تلبس شتوي بالليل أو ربيعي على الأقل. حاليا السماء صافية في مدينة الكويت مثل ما احنا شايفين، رياح شمالية شرقية سرعتها 4 كيلومتر بالساعة، الحرارة 19 درجة مئوية، رطوبة نسبية 48% والرؤية الأفقية أكثر من 10 كيلو. أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بمدينة الكويت 18 درجة مئوية، الصغرى في العبدلي 15، شقاوة السالمة 14، بالوفرة 17، جزرنا الشمالية فيلة شوربة وبيان 18، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 19. سماء صافية باتر بالنهار، رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعتها من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. أما درجات الحرارة العظمى متوقعة 24 في مدينة الكويت، مطار الكويت الدولي 25، في العبدلي والشقاية والسالمة 27، بالوفرة 25، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا وبيان 23، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 22. أيضا سماء صافية بالنهار، رياح شمالية غربية سرعتها من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة، ما زلنا تحت تأثير مرتفع جوي راح يستمر ويانا لمدة 4 أيام قادمة. البحر راح يكون خفيف الموج بوجه عام، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 2 قدم في نهار الغد. المد الأول الساعة 35 دقيقة بعد منتصف الليل، المد الثاني الساعة 1 الظهر، الجزر الأول في الساعة 7:05 دقائق صباحا، والجزر الثاني في الساعة 7:25 مساء. أذان الفجر لنهار الغد راح يكون إن شاء الله الساعة 4:26، الشروق الساعة 5:46، الغروب الساعة 6:03 دقائق. أما الطقس المتوقع الأربع وخمسة أيام قادمة، نلاحظ السماء الصافية معظمها، قد نلاحظ بعض الغيوم الخفيفة لأن تحت تأثير مرتفع جوي، فالرياح كلها راح تكون شمالية غربية، الحرارة العظمى 25 إلى 27 29 28، والصغرى 17 18 و19، ما زالت أقل من 20 درجة، فالطقس يعتبر بارد بالليل والصغرى بالنهار. حرارة أو الرياح مثل ما ذكرنا شمالية غربية كلها كل أيام قادمة من 5 إلى 25 باكر، يوم الأربعاء من 10 إلى 30، تشتد سرعة الرياح يوم الخميس سرعتها من 15 إلى 40 وخفيفة إلى معتدلة يومي الجمعة والسبت، رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. أعزائي المشاهدين نشكر لكم متابعتكم، والآن ننتقل إلى الزملاء لختام النشرة السياسية.